الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم. أحييكم في انطلاقة ربيع أيام هذا المهرجان، مهرجان سمو سيدي ولي العهد في ميدان الطايف. الانطلاقات مع أول أيام سن الحقايق، هنا انطلاقة جديدة، انطلاقة مختلفة مع هذا السن ومع هذه المسافة المقررة اللي هي 3 كيلو مترات. نتقدم مع صدارة الشوط، مع مقدمة شوطنا 13 للابكار العام. ننطلق مع من يقود هذه الجموع وهذا المقدمة، مع الصداوية سالم بن زيد بن راشد بن نديلة، يقدم لنا انطلاقته القادم من دولة قطر، القادم من ميدان الشحنية، لينطلق في هذا الشوط بحثا عن النوماس في مهرجان ولي العهد للهجن المركز الثاني. وتابع ازريق هي القادمة، وصلت ازريق وانطلاقة فيصل بن سالم بن علي بن جابر الحنزاب. مرحبا يا راعي شبه، ولكن بن عايض والابداع الذي يقدم لنا في صباح اليوم شعار المملكة وشعار فرك، ويحمل لنا السيفين والنخلة على انطلاقة هذا الشعار. يصل الان ابو علي يقدم ارتياد من ترتاد وتزداد نحو المركز الثاني. محمد بن علي بن حمد الفيد المري المركز الثالث، بن جبران وصراع سيف النقاط يأتلان. يقدم لنا شعار، يقدم لنا انطلاقة وحضور بطاشة جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري البطل، يصل يقدم شعار. وايضا شبه وصل محمد بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة المركز الخامس، أرشنج القادم يقدم مشكور. محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يتقدم. أيضا من انطلقت لان الدايمة طالب بن خالد بن شريم، ولكن بن انديلة والانتصار وينه؟ والانتصار وينه يا بن انديلة؟ وصل العيدة، وصل بن شريم. امتار الكيلو الأخير، جولة الأوامر، جولة التحديات، جولة الانطلاق. الله يا الأحبابي، وصل الأحبابي، يقدم لنا انطلاقة صدى سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي. ولكن بنا وصل البطين، وصل البطين محمد بن عبد الله بن محمد البطين مع الشاهينية يتقدم، والعصاب البطان البطين انطلق إلى وين؟ إلى عجايب، إلى ابناء عجايب. راحت الشاهينية، راح أبو عبد الله، يقدم لنا الإبداع، يتقدم البطين، يقدم لنا الأداء، يقدم لنا الجمال. راح بالصدارة العصاب البطان بدون أوامر. يا مروق أعصابك، يا مروق أعصابك، أنا بن شريم الدايمة طالب بن خالد، بن خالد يخلد الأمجاد، يخلد التاريخ. البطين بن شريم عجايب، ولكن الدايمة بن شريم انطلق بن دلهم قادم. ولكن سلام وسلام لهذا الحضور، لهذه البطلة الدايمة، إلى ابن بشاير، إلى ابن بشاير طالب بن خالد بن شريم الدايمة بن دلهم قادم. ولكن سلام إلى هالي وين؟ إلى هالي بشاير مشكور. الله
يا هذا الحضور مشكور باسم الجمهور يا ابو شريم الدايمه الدايمه والله يديم النوماس على الدايمه وشعار الدايمه لا جديد على هذه النجمه انجازات تتكرر انجازات تسطر مع هذه البطلة المركز الثاني بند الهم الهاجري قدم أداء كبير ولكن وصلت بالوصافة مشكور يا من قدمت لنا انطلاق جلمودة سعيدة بن محمد بن دلهم آل فهد الهاجري مشكور على هذا الأداء الكبير يا راشد يا بن سعيد يا بن دلهم المركز الثالث وهكذا لحظات الإعادة لحظات الدائمة وانطلاقتها الكبيرة من أتت بالإبداع طالب بن خالد بن طالب بن شريم المري إلى أبناء بشاير من تباشروا بهذا الفوز وبهذا الانتصار لحظات الوصول ولحظات الفوز من مسافة 3 كيلومترات وصل في هذا اللحظات ولحظات الإعادة مع المخرج العزيز 4:48 وفي هذه اللحظات وخمسة أجزاء من الثانية توقيت الدائمة مع بن شريم قدمت الأداء الكبير المركز الثاني جلمودة سعيد محمد بن دلهم الآل فهيد الهاجري قدم جلمودة 4:48 62 جزء من الثانية المركز الثالث شعار البطين محمد عبد الله بن محمد البطين 4:50 21 جزء من الثانية مع الشاني مشكوري راعي الشانية المركز الرابع عبد الله بن طالب بن فيصل الفهيد المري قدم متعبة وخامسا سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي مع صدى ولكن الدائمة من تفوقت وفازت وهكذا لحظة الفوز ولحظة الفرح ولحظة الانتصار وسلام.